مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بهار ونار. زي ما تعودتوا بنطل عليكم يوميا من الساعه 12:30 لساعه 1:30 لحتى ندردش احنا وياكم، لحتى كمان نقدم لكم وصفات حلوه ومناسبه للاجواء اللي احنا فيها، واهم شيء انها تكون سهله لحتى تطبقوها وما تكون تكلفتها كثير عاليه. خلينا نشوف بحلقتنا لليوم شو محضر لنا شيف ليان. كيفك يا شيف؟ والله تمام الحمد لله، انت كيفك؟ شو الاخبار؟ لا حسيتك اليوم معجوق. لا مش معجوق صراحه، متحمس. جايين طناجر جداد من الشريط الذهبي من السيف، لازم نجربهم كلياتهم مره واحده، عشان تعرف الواحد لما يكون جاي طناجر جداد بحب يطبخ فيهم مره واحده عشان يجرب يشوف النتائج. واحنا عارفين الشريط الذهبي كل الاشياء اللي عندهم خارقه، كواليتي اوف اكويبمنتس، خلينا نحكي ادوات بمستوى عالي جدا، وهم الوكلاء كمان المعتمدين لماركه السيف اللي احنا جبنا الطناجر من عندهم. صواني التقديم كمان ما بتلزق، ما فيها اي مواد ممكن انها تضرنا اذا كان فيها اكل وحطيناها بالفرن او سخناها او حطيناها على درجات حراره عاليه، فلازم انكم تجربوهم. طبعا الشريط الذهبي انتم صرتوا تعرفوا انه عندهم كل شيء بخص البيت من ادوات منزليه، من اي شيء صحون تقديم للضيافه، يعني كل شيء انتم بتحتاجوه، خصوصا هلا داخلين على رمضان لازم تروحوا تزوروا الشريط الذهبي وتشوفوا الخصومات اللي عاملين لكم اياها هاي الفتره. طيب بعد غير الطناجر الجداد تبعونا، ممتاز متحمس مليار. شو بدك تعمل لنا بالطناجر الجداد؟ طيب اليوم نعمل تقريبا ثلاث وصفات. راح نعمل الوصفه الاولى اللي هي الدجاج المحشي. احنا داخلين على رمضان ان شاء الله، طبعا رمضان مبارك على الجميع. من اكثر الوصفات اللي بتنعمل بالمناسبات هي الدجاج المحشي مع الفريكه، فراح نعلمكم اليوم الاساسيات تبعونها، كيف نعملها، كيف نسويها، كيف التكتيكه، كيف تطلع معنا بيرفكت ويطلع معنا الدجاج محمر على الاخر وطري وبجنن. راح نعمل كمان صينيه لسانات خروف، وراح نعمل كمان اللي هو رز بحليب. حلو، يعني لازم نضلهم تابعيننا تلسحور من هون لساعة 1:30 عشان يشوفوا هالوصفات كيف رح نحضر لكم إياها. طبعا أكيد إذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات نحن جاهزين لحتى نستقبل كل تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في أوفيشل. هلا بدنا نرجع للشيف ونشوف إيش أول وصفة رح نبلش فيها. شو يا شيف؟ أول شيء الفريكة. رح نعمل الفريكة صحيح. يلا نأخذ المقادير ونرجع لنطبقها مع بعض. جاهزين. للدجاج المحشي فريكي رح نحتاج لمرق دجاج باودر، كاري، ثوم، رنفل مطحون، رشة زيت زيتون، معلقتين لبن، كيلو فريكي من الكسيح مع ملح وفلفل من الكسيح، رح نحتاج لمعلقة سمنة بلدية، هيل وكركم. زي ما حكى الشيف في بداية الحلقة، احنا متعودين على الدجاج المحشي يكون الرز العادي، بس احنا اليوم حبينا نغير الفكرة شوي ونحشيه بالفريكة. هلا اول اشي، انت الدجاج جيب لنا اياها من العز. صحيح. انت مختار اللي بعظم ولا اللي من غير عظم؟ طيب عشان احكي لكم انا ايش عامل اليوم وابلش من الصفر. اول اشي الدجاج تبعونا جبناهم من العز. الدجاج اللي استخدمته اليوم هو الدجاج الصغير شوي صغيرة. اوكي. ليش؟ لانه هذا بجنن الحشي. الشغلة الثانية بياخذش وقت كثير بالفرن. فانت ايش بتسوي؟ بس احشي حطه بالفرن تبعك، بتعطي لكل واحد دجاجته، بتقول له بتقرب عجاجتي، نزعل من بعض، نزعل من بعض، حدودك بتنتهي عندما تنتهي دجاجتك. ايوه كل واحد دجاجته. فهذا الاشي بيساعد كثير انه خلص نعرف قديش الاكل بلا عملنا زايد عملنا ناقص فيه مش عارف ايش الامور كلياتها هاي اللي خل مدخل فيها بالمناسبات. وعشان ما يزيد اكل كثير برمضان ويروح اسراف، فاحنا انا جايب اللي هو الدجاج الصغير عشان نحشيه من الفريكه. طيب عشان احكي لكم طريقه التنظيف تبعت الدجاج، كثير ناس بيجي بيحكوا لك انا والله بجي بغسلها بحط عليها ليمون، بحط عليها مي، بحط عليها طحين وبفركهم وبدعكهم. هلا انا شخصيا او حسب العلم شو بيحكي والدراسه ايش بتحكي، بيحكي لك انه المي غلط نحط على الدجاج. ليش؟ لانه احتمال يكون في بكتيريا ضاره على جزء من اجزاء الدجاجه، هذا كلياته بروح مع الحم او بروح مع الحراره. بس احنا اذا بنحط عليه اللي هو المي فراح ننشر كل البكتيريا الضاره وين؟ على كل انحاء الدجاجه،
وممكن نقطه واحده تطير واحنا عم نغسل الدجاجه تبعتنا تضلها بالمجله، تيجي كاسه يجي ولد صغير يشربها ويمرض ويصير معاه تضاعفات مش لطيفه لجسمه. فهي واحده من الشغلات اللي لازم ناكد عليها، طريقه التنظيف الدجاجه الصحيحه انه احنا بس خل شويه خل نفركها فيها ونجيب فاينه ونمسحها فيها وبعدين نكمل باقي البروسيس تبعتنا. نخلي سكينه للدجاج، نخلي لوح تقطيع للدجاج، نخلي كل عدة الدجاج لحالها ونحاول عن جد ما تحمموا الدنيا وانتم بتغسلوا بالقصص هاي كلياتها عشان صحتكم. بالضبط، عشان صحتكم مش عشان شيء ثاني. 100%. طيب عشان نعرف ايش رح نعمل عندنا هون، انا عندي هون اللي هي الفريكه، انا عندي هون فريكه انا سالقها قبل بوقت. ليش؟ لانه انا بدي احطهم هدول بالفرن. اوكي. فهدول رح ياخذوا وقت، فانا مجهزهم من قبل. أوكي. بس عشان نكون عارفين احنا ايش راح نسوي، راح اجيب اول شيء عندي هون عندي طنجره حاميه شوي صغيره، راح انزل فيها شويه سمنه عشان نفلفل الفريكه، عشان افرجيكم ايش كل البروسيس تبعون الطبخ تبعونا. اوكي. انا اخر مره لما عملنا الدجاج المحشي جبنا الدجاج اللي بدون عظم. بدون عظم برضه، في عند العز دجاج من غير عظم، دجاجه كامله بتيجي بتقدروا انكم تحشوها وبتاخذ كميه حشوه اكثر من الدجاج اللي بيكون بعظمه. بس احنا اليوم من باب التغيير حبينا انه الشيف يختار الدجاج الصغير عشان ما ياخذ وقت كثير، وزي ما حكى عشان ما يضل عندنا كميه كبيره من الدجاج وما كلياتها. صحيح. اوكي. طلعي انا ايش عملت؟ انا نزلت شويه من اللي هي السمنه. هلا راح انزل الفريكه كلياتها واقعد اقلبهم كلياتهم مع بعض. ليش؟ عشان افتح حبه الفريكه كلياتها واخلي النتائج تبعونها يطلعوا ممتازه جدا. طيب بالنسبه لحبه الفريكه، هل لازم تنتقع؟ هل مش لازم تنتقع؟ ايش لازم نعمل؟ هل لازم استخدم حبه كامله، حبه صغيره، حبه ايش؟ ايش لازم اعمل بالفريكه؟ شوفوا، انا واحد من الناس بحب احط جوا الحشوه لشوي ناعمه مش كتير، يعني نص خشنه نص ناعمه، بحطهم الاثنين مع بعض. ليش؟ لانه انا اذا كانت خشنه الحشوه تبعتي والرز او اللي هو اللي برا المفلفل كلياته برضه خشن مش راح يطلع لطيف انا بالنسبه لي، فانا بحب اعمل ايش؟ نصين. فانا عندي هون سالقها او مسوي الفريكه على الطريقه هاي اللي هي قدامكم. ايش سوينا؟ نزلنا الفريكه كلياتها على النار. هلا مع شوية السمنة. ايه؟ بقول الفريكة مع السمنة. صحيح. أوكي. هلا راح انزل ملح من الكسيح، وبرضه راح انزل فلفل اسود برضه من الكسيح. حلو، يعني كل اشي انتم بتحتاجوا يعني بالطبخ، من الملح، من الفلفل، من الزيت، من الزبدة كمان، حتى صار في عندهم الرش زيت الزيتون، كمان صار في عندهم رش عشان نقدر شوي كمان نتحكم بكمية الزيت اللي احنا عم نضيفها. كثير سهل علينا، كثير سهل على كل ستات البيوت. طبعا يعني منتجات الكسيح غير الطحنية وغير الحلاوة اللي بتيجي بأكثر من شكل، الفريكة كمان احنا اليوم مستخدمينها برضو من الكسيح، لازم تجربوها. بطلنا زي ايام زمان نقعد ننقب الفريكة ونشوف كل حبة بحبتها ونقيم الحجار، خلص هيك بتيجي جاهزة من الكسيح من دون اي جوائز انا بسميهم او اي هدايا ممكن يطلعوا لك وانت قاعد عم تاكلهم. بحس في ناس خلص لازم الجوائز هاي تطلع. لازم. انت من الناس. لا انا من الناس هاي. صراحة. لا بس خلص اليوم انا بضمن لك اذا اكلت من هاي الفريكة اللي احنا مستخدمينها اليوم من الكسيح ما رح يطلع لك اي هدايا. ممتاز جدا. طيب رح نيجي على اللي هي الطنجرة تبعتنا. طبعا انا الاشي اللي عامله هو كالآتي، انه انا عم بحرك شوي صغيرة، وبعد ما احرك شوي صغيرة هلا رح نزل عليها شوية بهارات خفيفة لطيفة. رح نزل عندي شوية هيل. بتعرفي كيف اكتشفوا الفريكة؟ كيف؟ طيب شو رايك نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل لهم بعدين؟ بس مش عشان تغش الجواب. لا والله ما راح اغش الجواب. أوكي. انا عارف القصه كلياتها. طيب احنا رح نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل بنرجع لنكمل باقي وصفاتنا، فريكه، رز بحليب، ولسه في عنا كمان صينيه السناك، فخليكم معنا بعد الفاصل.
رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. بدنا نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، ونذكركم كمان انه احنا معاكم لايف من هلا للساعه 1:30 على صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال. اول وصفه اليوم بدنا نعملها هي الجاج بس محشي بالفريكه، وبعدين بدنا نعمل لكم رز بحليب وصينيه السناد. هلا بدنا نرجع لشيف عليان ونشوف وين وصلنا بالفريكه. شو يا شيف؟ شو الامور؟ احنا قبل ما نطلع فاصل قلت لي من وين اجت فكره الفريكه؟ الفريكه هذا يا ستي العزيز ايام زمان كان في شو اسمه ناس زرعين قمح عادي، بعد ما زرعين القمح صار عندهم حريق، انحرقت القريه كلياتها، بعد ما انحرقت القريه كلياتها ايش صار؟ اللي صار انه ضل عندهم هذا الاكل، فواحد منهم بالغلط دائي والله زاكي هذا الاشي، واكتشفوها وصارت الفريكه. يا عيني حلو. وزاكي والله بيني وبينك يعني واحد يحكي له ولا عليه. استغفر الله العظيم منين انحرقت صراحة. يعني انحرقت اكتشفوا لنا الفريكة. تمام. طيب الفريكة تبعتنا أنت حاطط معاها بصل؟ في عم بيسألوك على ال لا أنا ما حطيتش بصل معها. أوكي. لا ما حطيت بصل. هلا إذا بدنا نزود بصل ونزود عليها مي بتصير شوربة فريكة. أها. في ناس بحطوا مع هاي بصل بس إحنا اليوم مش عاملينها بالبصل. تمام. هلا عشان نيجي للحشوة تبعتنا، هلا أنا هذا الرز او اللي هو انا بالنسبه لي هي الفريكه هاي هي عباره عن رز هلا لانه راح استخدمها زي بيس لها، هو نفس الخلطه اللي انا عاملها عندي هون على جنب. أوكي. فالشيء اللي راح اعمله راح اجيب اللي هو الدجاج تبعي واجيب الفريكه وايش اسوي فيها؟ احشيها جوا. حلو. هلا طبعا اذا في ناس بقول لك انه احنا ما بنحب الفريكه بدنا نعملها بالرز، اكيد بتقدروا انكم تستخدموا رز تايجر تفلفلوه، وبرضه لما بتجيبوا رز تايجر بدكم تاخذوا العلبه تبعتهم وبتلاقوا ورقه صغيره جوا، على الورقه رح يكون مكتوب رقم بدكم تدخلوه على صفحتهم على الفيسبوك لحتى تكون وحده من الجوائز من نصيبكم، هم بيربحوكم اونصه ذهب شهريا و100 دينار يوميا، فيعني ان شاء الله انكم كلياتكم بتربحوا مع هالحملات، دائما عندهم جوائز ويعني افكارهم دائما جديده، فان شاء الله انه بتربحوا معاهم كلياتكم. طيب انت اليوم الفريكه هاي اللي عم بتحطها هلا مش مستويه. اني هلا؟ أوه؟ لا بلا ثلاث ارباع مستوى حكيت. اوكي. ثلاث ارباع مستوى، هسه رح تكمل باقي الطبخ وين؟ جوا بالفرن. بالضبط. هسه رح تنزل المرقه تبعت الدجاج كلياتها والميه والنكهه كلياتها وين؟ على الحشو تبعتنا، وتكمل الطبخ تبعه كلياته. بحاول كثير ما اضغطها جوا عشان ما تخبص معي، اذا بتحبوها مخبصه اضغطوا. أوكي. ولكن انا مش كثير بحبها مخبصه. تمام. في عنا عنود عم بتقول اعمل لنا الدجاج المحشي ورق دوالي وكوسه. دجاج محشي ورق دوالي كوسه بالله عليكم. يعني هو بيعملوه عاده بالخروف المحشي. بالخروف. بس في ناس صارت تعمله افكار انه بالدجاج عشان بده يكونوا بيعملوا خروف. ما بعرفش. لا انت مقتنعه بالفكره؟ يعني هي فكره ورق دوالي لحاله ودجاج محشي لحاله يعني اضبط مما يكون. الورق محشي بالدجاج. اوكي. في عنا أريج عم بتقول يعطيكم العافية وصفات اليوم بتجنن، شكرا لك يا شيف. في عنا كمان أم سيف عم بتقول أنا دائما لما أعمل فريكة بخلي البواقي لتاني يوم بعمل فيهم فريكة بالكريمة. ممتاز. أنا لسه كنت هذا بدي أحكي للشيف. رهيب. باقي الفريكة يعني بس ضيفوا عليها شوية كريمة، ممكن في ناس بحبوا يضيفوا عليها فطر، شوية جبنة على الوجه وحطوها بالفرن، تطلع معاكم طبخة جديدة. صحيح صحيح صحيح. طالما أزكاها الدجاجة تبعتنا. هلا إيش راح أعمل؟ راح أحطهم الثلاثة جنب بعض الاخوان عشان ايش نبلش بالتتبيله تبعتنا. اوكي. تتبيله الدجاج هلا رح تكون لحالها. ايش تتبيله الدجاج رح تعملها شيء تتبيله خاصه؟ يس يس يس. اوكي يس. طيب بالنسبه للتتبيله تبعتنا خلينا نجيب الدجاجات ونحطهم هون على جنب. طبعا احنا الصينيه لليوم حطينا عليها ورقه زبده، فانتوا ورقه الزبده بتقدروا اكيد تجيبوه من عند فيوتشر، عندهم ورقه الزبده، في عندهم ورق القصدير، في عندهم الصحون اللي ممكن انكم تخزنوا فيهم الاكل، في عندهم كمان اكياس التفريز، عندهم الكاسات الصحون الديسبوزابل كمان، في كثير ناس بحبوا انهم يستخدموهم ويريحوا حالهم من الجلي، كله هذا موجود عند فيوتشر. احنا مستخدمين اليوم ورق الزبده حجم صغير عشان نحطه تحت الدجاج لحتى ما يلزق معنا الدجاج، ولحتى كمان يكون سهل انه لما بدنا ننقله من الصحن العادي او من الصينيه لصحن التقديم. الفريكه قد ايه بتاخذ عيار شيف؟ بتاخذ لكل كاسه كاسه تقريبا حسب اذا منقوعه او لا. اوكي. فهيك العيار تبعها. طيب عشان نيجي للخلطه تبعت الدجاج تبعتنا، فانا راح اجيب معلقتين لبن، هاي معلقتين ونص لبن شوي صغيره. بعد هيك الشيء اللي راح اعمله راح اجي شلون يدهي، راح نزل عندي هون شوية كاري. راح نزل عندي شوية من كركم نتوفة صغيرة.
عندي هون شوية تيل، مرق دجاج إذا بتحبوا تنزلوا عليها، شو اسمه رنفل مطحون شوي صغيرة بيعطيها فليفر ولون خارق، وعندنا هون أكيد ما بنستغني عن الملح من كسيح. برضه راح أنزل عندي هون اللي هو الفلفل الأسود. هلا راح نعطيهم تحريكة شوي صغيرة، ننزل عليهم شوية زيت زيتون وندهنهم ونحط الدجاج تبعونا وين؟ بالفرن. بالفرن. اوكي، بما انه احنا دجاجاتنا صغار قد ايه رح ياخذوا وقت تقريبا بالفرن؟ بياخذوا تقريبا نص ساعة، نص أوكي. ساعة 45 دقيقة ماكس بكون كل شيء جاهز معنا. اوكي. وبعد ما خلطنا كل المكونات مع بعض ندهن الدجاج. يس صحيح 100%. طيب هلا قبل ما نطلع فاصل، انت رح تعمل شيء خلال الفاصل ولا بس رح ندخلهم على الفرن؟ اي شيء رح ندخلهم على الفرن وبس. ممتاز، بعد الفاصل ايش رح نبلش لهم؟ رح نبلش بوصفة اللسانات، فاصل صغير وبنرجع لكم. يلا خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. اكيد نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا. بدنا نحكي لكم انه اول وصفه اللي هي الدجاج المحشي بالفريكه حطيناها بالفرن، اما هلا بدنا ننتقل للوصفه الثانيه. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياهم على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن او على عمان تي في اوفيشال. وصفتنا الثانيه شو يا شيف؟ راح نعمل لسانات، صواني لسانات. يلا ناخذ المقادير ونرجع لنطبقها مع بعض. لصينية اللسانات رح نحتاج للسانات خروف، للسلق رح نحتاج لكركم، جزر، بصل، ثوم، كبشة قرنفل، هيل وقرفة عيدان. أما للصوص فرح نحتاج لملح وفلفل من الكسيح، 7 بهارات، مرق لحمة للسلق، نص دمة بقدونس، وأربع سنون ثوم مهروس، عصير ليمون، زيت زيتون، بصل أخضر ورمان، وخبز طابون. يعني احنا عادة انا بشوف السنات بحطوها تحت الورق، بس اليوم هيك صينية السنات لحالها هي جديدة شوي. انا بحكي لك ليش، لانه احنا عندنا ناس بتحب اللحم كثير زي ليفون مثلا، انا عامل طبخة هاي من شان بس لانه هو بموت على السنات، بموت على الاشياء الدسم والهاي هيك، واللحمة. فانا خص نص عمل له اياها ليفون. طيب هلا في ناس عن جد بحبوا السنات وما بحبوش يضيعوا كثير، انه انا باكل خضره وباكل هيك، فانا عملها ايش ساده بس السنات. طيب أوكي. بالنسبه لطريقه التنظيف تبعه او طريقه السلق تبعتها، انا حاطط جزر، بصل، سلري، طلع هون توم، حاطط قشر ليمون، ورق غار، حاطط ورق غار. كل العطريات اللي انتم بدكم اياها بتقدروا تحطوها وين؟ بميه السلق. شو اسمه، اول شيء بنشيل الزفره، اذا بدكم تغيروا المي تبعتها وتحطوا مي جديده برضه بزبط. مده السلق تبعتها لمده ساعه. بعد ساعه ايش بصير معنا؟ راح تطلع معنا مستويه على الاخر. ممكن تقربي لي هذا لو سمحتي؟ يلا تفضل. طيب هلا في خيار، هيك سلقها ساعه، انا سلقتها ساعه صحيح. أوكي. بعد ما سلقتها ساعه ايش باجي؟ بجيب السنات تبعوني بقطعهم وبحطهم وين؟ طب فرجينا بس كيف بيكون الشكل. اول شيء هاي السنات، شايفين؟ هاي هدول أوكي. مسلوقين، جاهزين، منظفين، وامورهم ايش؟ بتجنن عالميه. فهلا راح نجيبها راح نقطعهم بهذا الشكل. بعد ما نقطعهم بهذا الشكل ممكن تديري بالك بس طبعا على يلا كل شيء ولا اللوز. يعني هي عاده مهمه مروه اللوزات، بس يلا اليوم مروه بدنا نريحها وانا اقلي بدالها اللوز. ممتاز. طيب شفتوا هلا بعد ما قطعنا اللي هي للسنات، هلا رح نيجي للتوبينج تبعها او للصوص اللي رح نعملها. اكيد ما رح نخليها نفس ما هي، ليش؟ لانه احنا بدنا اشياء برضه مطريات تطري علينا الصينيه تبعتنا وتخليها بتجنن. تمام. هلا حفرجيكم ايش حنعمل. رح نستخدم بهارات او مكونات طبيعيه عشان نستغل النكهات الطبيعيه الموجوده وين؟ جوا النكهات الطبيعيه، ما رح نستخدم بهارات كثير. هلا حفرجيكم ايش رح نعمل. أوكي. واحد اثنين ثلاث. طبعا السكاكين اللي عندنا الجديده كلهم من سيف، خارقات خارقات المعنى العادي.
فهلا راح انزل شوي صغيره من الصوب او المرقه مية سلة شوي صغيره. بعد هيك ايش راح اعمل؟ راح احطهم على جنب. راح اجيب عندي هون شويه من خلص بكفيهم صح؟ اوكي. هلا راح اجيب شوي من اللي هو البقدونس، افرمه فرمه ناعمه. بعد ما افرمه فرمه ناعمه ايش راح اسوي؟ راح تضيفوا عليهم. طب هل هم السلق تبعه الساعه بيكون خلاه يستوي صح؟ يستوي ولا هيك مستوي؟ طبعا مستوي. اوكي. هدول بدنا نحطهم بشيء ثاني عشان ايش؟ ما يضلوا بالحم؟ ما يضلوا بالحم وينحرقوا هلا. اوكي. فهلا بنحطهم هون امورنا كلياتها ايش؟ رواق. بالسليم. يا عيني. اوكي. تمام، فهلا للسنات عندنا مستويين، في ناس بياكلوهم هيك يعني لحالهم مسلوقين؟ يس 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 يس. انا عندي هون هلا راح نزل ايش؟ عصير ليمون. عصير الليمون عشان ايش؟ عشان اذا في زنخه برضه بيعطيها ايش؟ حموضه ونكهه زاكيه كثير مش شوي. انا عندي هون كمان اللي هي الثوم، شايفين كيف ما احلاهم؟ راح انزل كل الثومات الموجوده عندي هلا، بعطيهم تحريكه خفيفه لطيفه. هلا راح انزل على الوجه شويه ايش؟ بهارات، شوي صغيره من 7 بهارات. مش لازم ايش؟ يتقشروا. سؤال جدا قوي. هلا في ناس كثير ايش بيسووا؟ بجيبوا اللسانات وبيقشروهم قبل ما يحطوهم وين؟ على بالصينيه تبعتهم. بيقشروهم بعدين بحطوهم بعدين بشوهم. وفي ناس ايش بيسووا؟ وهو عم بياكل عشان يعيش الطقوس والاجواء تبعته بيقشر. ايش بيسوي؟ بيقشرهم بعدين بياكلهم. بس هو صح، لازم يتقشروا. يعني هي بكل الاحوال ما بتتاكل القشره، سواء كان يا اما بقشروها قبل او بقشروها قبل ما ياكلوها. ايه؟ هم لازم يتقشر. يس صحيح 100%. عشان اعطيها تحميره ايش راح اسوي؟ راح اجيب من الكسيح هذا. يا جماعه عن جد لسه كنت بحكي لدان اختراع بجنن. احيانا بجيب وبملي الدنيا واقعد وملي هاي اجي عليها ما اجاش عليها شوي رش صغيره طلعوا خلص انتهى الموضوع. طبعا في منه زيت زيتون وفي منه كمان بالزبده، فانتوا حسب ايش الوصفه اللي بدكم تعملوها، بس بتجيبوا وبترشوا رشه وبتدخلوها على الفرن. صحيح صحيح صحيح. نتفقد الدجاجات تبعونا هلا، صار وقت انه ايش؟ نعطيها من فوق تحميره خفيفه. والفريكه شو وضعها؟ الفريكه اولموست دن. يلا ممتاز. طيب ناخذ مكونات والمقادير تبعون الوصفه الثالثه. يلا شو رح نعمل؟ رز بحليب. رح نعمل رز بحليب صحيح. يلا. للرز بحليب رح نحتاج لنص كوب رز تايجر، 2 كوب مي، لتر حليب من انجوي، نص كوب سكر شعبان، نص كوب نشا من الكسيح، رشة هيل ومعلقة ماء ورد أو ماء زهر. يعني الرز بحليب الكل بحبه سواء كان صيف او شتاء، وحتى برمضان كمان حلو انه احنا نغير ونعمل حلويات تغيير عن الحلويات اللي احنا متعودين عليها. في ناس كثير بتقولك انه احنا ما بنحب الحلويات اللي بتكون فيها كثير قطر، فاحنا اليوم بدنا نعمل الرز بالحليب. طبعا احنا الحليب اللي رح نستخدمه اليوم بالوصفه هو حليب انجوي، لحتى نستفيد من كل الفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيه، وخصوصا فيتامين د، لانه احنا ما بنتعرض للشمس اللي هي المصدر الاساسي لل فيتامين دي. فاحنا دائما لما بنتعرض للشمس بنكون من وراء الازاز او يعني يا دوب خطوتين عبين ما نوصل للمكان اللي احنا رايحين عليه، فاحنا هيك بنكون ضمننا فيتامين د انه اخذناه من حليب انجوي. رح يحل معاكم بسرعه ويعني بضل عندكم لفتره طويله، بس بتجيبوا العلبه سواء كان بدكم تستخدموها للحلويات لاطفالكم لاي شيء، مش انه اذا مجرد ما انفتحت رح تخرب ورح تنكب. فشف قبل ما نطلع فاصل بدك تعمل شيء خلال الفاصل بالوصفه؟ لا ولا اي شيء. ممتاز، نطلع لفاصل صغير وبعدين نرجع لنبين لهم ونصور لهم السفرة بالنتيجة النهائية. جاهزين، فخليكم معنا.
بلشت سفرتنا تجهز، ويا ريت لو بتقدروا انكم تشموا الريحه كمان مش بس تشوفوا المنظر. اول شيء الدجاج المحشي بالفريكه صار جاهز، وصينيه للسنات كمان صارت جاهزه، بس هيك عم بحط اللمسات الاخيره الشيف لحتى نقدم لكم اياها كمان مع سفرتنا. حطينا بصل اخضر، حطينا بقدونس وشويه رمان لحتى يعطيها حموضه اضافيه. يا عيني، ايوه، واللوزات، عصافير بطني تزقزق تزقزق. والله مع هالمنظر يعني عن جد سلم ايديك ايديك يا عينيك. يلا عشان تكمل سفرتنا هلا بدنا نكمل الرز بحليب، او نبلش بالرز بحليب. احنا اخذنا بس المكونات والمقادير قبل، هلا بدنا نرجع لطريقه التطبيق. طيب، شو الوضع عندك؟ عشان احكي لهم انا ايش عملت قبل الفاصل. قبل الفاصل ايش سويت؟ انا جبت اللي هو الحليب، نزلته بارد، طبعا احنا استخدمنا حليب انجوي. بعد هيك نزلت عليه شويه نشا. هلا راح نزل عندي هون الرز مستوي. يس، اوكي، مستوي. فهلا راح نزله، استنى شوي صغيره. انا هون بالعاده ايش بنسوي؟ احنا بالعاده بخليه شوي صغيره مرق، وبصفيه من المي تبعته، ما بكب المي تبعته، وبزودها على الخليط تبعي. ليش؟ عشان اللي هو ايش بنحكي له احنا، عشان النشا الموجود جوا الرز. فهذا بيساعد انه ايش، انه المكونات تبعتي على السريع تتماسك اكثر من العاده. اوكي، طبعا احنا هون حطينا اول شيء حليب انجوي، بعدين ضفنا عليه النشا من الكسيح. يس، صحيح. واستخدمنا رز تايجر متوسط الحبه عشان نستخدمه بالوصفه تبعتنا. هلا بننزل عليه حبايب قلبي اللي هو شو اسمه، رشه هيل. الهيل كثير مهم، كثير مهم، مش شوي. وبننزل عليه السكر. هلا بنخلطهم كلياتهم مع بعض، وبصير جاهز عندنا الطبق تبعنا. هلا في ناس بتقولك انه احنا بشكل عام لما بدنا نتقل اي شيء، سواء كان شوربه او شيء يعني بدهم يتقلوه، بيستخدموا الطحين عشان يتقلوا الشوربه مثلا. فبتقدروا انتوا تستخدموا من الطحين المتعدد الاستعمالات كمان من سالي واليمامه، طبعا غير عن كل الانواع من المعكرونه اللي عندهم، سواء كانت المعكرونه للسلطات ممكن تستخدموها كمان للطبخ. فعندهم كثير افكار، جربوا من عندهم الطحين والمعكرونه وما رح تندموا. عندنا هون معكرونه، اوكي، ما قدرتش، لازم اعلق عليها. عندي هون بنزل ماء زهر او ماء ورد عليها برضه عشان تعطيني فليفر. في ناس كثير ما بتحبها، ولكن انا بحبه، فبحب انزل عليها شوي صغيره. هلا هيك تقريبا، مش تقريبا، صار جاهز معنا الطبق. وهلا صار وقت انه احنا ايش نسوي فيه، نصبه جوا الصحون تبعنا. يا عيني، يعني صراحة السفرة بتجنن. وطبعا يعني حطينا هيك حبينا لأنه في خبز وفي تغميس بالموضوع، فطبعا يعني لازم يكون في مخلل، فحطينا هيك مخلل عشان تكمل السفرة تبعتنا. وشوفوا هدول ورداتنا الحلوين كمان من فلاورد. كمان هلا احنا داخلين على مناسبة عيد الأم، فأنتوا بتقدروا انكم تجيبوا بوكيه ورد لأي مناسبة بتخصكم، عيد ميلاد، عرس، عشان عيد الأم كمان من فلاورد. تفتحوا على الابلكيشن تبعهم وبتوصوا الورد من عندهم. هلا رح نيجي، طبعا رز الحليب بتاكل على الجهتين، بتاكل سخن وبتاكل بارد. الناس بتحكي لي بتاكل سخن رح يصير في مشاكل بيناتهم. انا صراحة كنت زمان والله كنت اكله مع خبزه، خبزة طابون محمشة كمان، وحياة الله. بس أنا بحب أرش عليه رشة قرفة. قرفة، أوكي، تقدر يعني، بس إنه إحنا عاملينها بالهيل. تقدر تحط عطرية، أنا مرة عملتها عندي، حطيت فيها عطرية، العطرية طلعت نكهة خرافية. خرافية، خارقة، حارقة، متفجرة من كثر ما هي زاكية. حلو. فهي هيك حطينا المقادير أو المكونات تبعونا كلياتهم جوا الصحون تبعونا. هلا أخيرا بنزينهم بشوية فستق حلبي على الوجه. واللي بحب انهم يحطهم بالثلاجه بيقدر انه يدخلهم على الثلاجه وياكلهم بارد، او اللي بحب ياكل هلا هيك صحن سخن بعدين ياكلهم باردين برضه كمان بيزبط. والحلو بهدول صحون التقديم كمان اللي من عند الشريط الذهبي، بتمسكوا في كمان لهم غطي، يعني اذا هلا انتم ما بدكم تاكلوها او اكلتوا شوي منها ما بدكم تكملوا الصحن، بتغطوها وبتخلوها امتى بدكم تقدروا انكم ترجعوا لها. هدول الصحون بنقدر كمان نحط فيهم مكسرات، نقدر نحط فيهم مثلا الزينه، مثلا بتقدر تحط فيهم فستق حلو، بتقدر تحط فيهم زبيب، بنقدر نحط فيهم هلا برمضان ونخليها محطوطه الفواكه المجففه والتمر، بيطلع كمان شكلهم كثير حلو. انت لسه بتكتك بالسنات هذا كله عشان ليفون؟ بس والله ليفون، يا عيني والله ينيالك يا ليفون. ليفون قاعد بولول من ورا. خلص، بده يخلص الحلقه بس عشان يغز فيهم. طيب، ممتاز 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 ممتاز. هي خلصنا
جبنا الوصفات نخليهم بالهيدا. لا خليها ايوه كامل ونسحبها كامله يعني. يلا قبل ما ننهي حلقتنا بدنا اياك تذكرنا يا شيف شو حضرت لنا وصفات بحلقه اليوم. طيب حلقه اليوم عملنا ثلاث وصفات خارقه. عملنا الوصفه الاولى دجاج محشي بالفريكه، عملنا كمان اللي هو صينيه السنات بطريقه هيك غير عن العاده، وعملنا اخر شيء اللي هو رز بحليب باستخدام حليب انجوي. ان شاء الله الوصفات تكون عجبتكم والامور كلها تمام. ويسلم ايديك على هالوصفات. لكل الاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بدايه حلقتنا اكيد بتقدروا ترجعوا وتفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك، ترجعوا تعيدوا الحلقه من بدايتها، او على قناتنا على اليوتيوب باي وقت حابين ترجعوا لاي من الوصفات تبعونا سواء كانت بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه بتقدروا انكم ترجعوا لها. نتمنى لكم بقيه نهار حلوه ودافيه، تضلوا بالف خير، الى اللقاء. Thank you.